مساء الخير، أهلا بحضراتكم، كل سنة وانتم طيبين. ورجعنا تاني مع بعض بعد أجازة العيد الكبيرة، ويا رب كلكم تكونوا قضيتوها مبسوطين وكنتوا فرحانين. والنهاردة أنا مبسوطة جدا إن أنا معاكم، بس للأسف يعني عندي شوية أخبار كده النهاردة مش كويسة، والحالة النفسية مش كويسة. فعايزين النهاردة نتكلم مع بعض عن الفترة اللي فاتت وإزاي قضيناها، وإزاي إن إحنا كنا الحمد لله يعني شعب متعاون جدا، وقدرنا نحافظ على الوعي بتاعنا ونفذنا كل التعليمات. ويعني أنا مبسوطة جدا يعني بجد، النهاردة الحالات عندنا الحمد لله يعني وصلت لألف و500 ووفيات 46، وإحنا يعني الحمد لله بقول حالتنا النفسية مدمرة مش كويسة. خرجنا من العيد أخبار يعني كلنا اتضايقنا يعني للأعداد اللي زادت ديا. بس عايزة أرجع وأتكلم، يعني عايزة أقول يعني طب إيه سبب زيادة الأعداد اللي حصلت ديا؟ عايزة أتكلم إن الشعب الواعي اللي المفروض إن هو من كتر الكلام اللي إحنا اتكلمناه أنا وبرامج تانية والمسؤولين وكل ده، المفروض إن هو يكون خلاص بقى يعني حفظ أو عرف إيه يعني هي حدوده اللي هيمشي بيها، أو المسؤولية اللي عليه تجاه الغير علشان يعملها. بس للأسف إن إحنا لقينا إن ما حدش التزم باللي قلنا عليه في الفترة اللي فاتت، هي فترة الأجازة. لما قلنا إن إحنا طالعين أجازة، وأجازة كبيرة، وهيكون في حظر من الساعة 5 علشان ما حدش يخرج، ما حدش يسافر كده، بس اللي حصل العكس. يعني اللي حصل إن الحمد لله كل بقى سافر، يعني اللي سافر الساحل واللي سافر السخنة، الكل جه يوم الوقفة وقف على الكحك بالطوابير أكنه عمره ما كله كحك ولا شافوه. فأنا النهاردة بجد يعني أنا حزينة على الأخبار اللي بقالي كام يوم بسمعها بسبب الأعداد والوفيات اللي احنا وصلنا لها، ومش لاقية كلام أقوله، لأن أنا بتهيألي اتكلمت وقلت لما زوري وجعني في كل حلقة على إن احنا هنكون متحضرين، وان احنا هنكون متعاونين، وان احنا هنساعد بعض وهنقف جنب بعض، لان الازمه مش على واحد ولا اتنين ولا كده، الازمه على الكل، وواحد ممكن يأذي الكل. بس انا اللي يعني اللي محزني ان في فئه من الناس فعلا من اول الازمه التزموا، يعني التزموا وقعدوا وعملوا كل اللي احنا قلنا عليه واحتياطاتهم وكله، بس جه جزء تاني، والجزء اللي هو أكبر اللي هو ما عندوش وعي، أو عنده وعي وبيكبر دماغه، لأن ما فيش حاجة اسمها ما حدش عنده وعي. هو مين دلوقتي مش في إيده موبايل وبيعرف الأخبار؟ مين مش ماشي في الشارع بيسمع ده بيتقال وده بيتعاد؟ أنا دلوقتي وأنا داخلة الاستوديو قابلني واحد لأني لابسة الكمامة، أنا حاطة الكمامة بتاعتي هون والكحول، وكنت جايبة معايا كمان حاجات للتعقيم للاستوديو نفسها، وما جيتش غير على ميعاد. يعني أنا وصلت قدام القناة في الوقت بالظبط اللي أخش فيه على الاستوديو، علشان أحاول إن أنا ما أقابلش حد، ما تعرضش في أي كلام أو أي حاجة مع حد. يعني عايزة أبقى يعني كده أخش أخرج أروح يعني على طول. يعني أنا خايفة، يعني أنا خايفة، مش هنكر إن أنا مش خايفة، أنا خايفة وخايفة جدا، وجاية أخوفكم، ومش هخوفكم، أنا جاية أرعبكم. واللي يقول لي بترعبيهم وتخوفيهم ليه؟ لا، هو انا جايه النهارده هرعبكم واخوفكم، هقول لكم ان احنا داخلين على مرحله احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل فيها، ومش عارفين الدنيا بتقرب مننا بسرعه ازاي، ومش عارفين الاعداد كل يوم بتزيد كده ازاي، والوفيات بتزيد. احنا مش عندنا اعداد بتزيد ووفيات بتقل، لا احنا عندنا الاثنين بيزيدوا، يعني عندنا الاثنين بيزيدوا، ودي
مش عشان خاطر الاجازه بتاعت العيد دي اللي كنا في رمضان، يعني دي الحالات اللي كان رمضان طبعا كان في الدنيا ناس هايصه وناس بتروح وناس بتيجي وناس نزلت تشتري لبس العيد، ويومين الكحك دول يعني عملوا كوارث، الناس بقت واقفه توابير على الكحك ومن غير كمامات، وواقفين لازقين في بعضهم، ولا حتى فاكرين حاطين في دماغهم ان ممكن في حد ممكن يكون تعبان مش ظاهر عليه ان هو ممكن يعديه. احنا بنجني بقى الفترة دي، احنا بنجنيها دلوقتي، والسفر يعني الساحل اللي اتملى ده كله يعني، ويقولوا كل واحد يقول ده انا راح اغير جو من بيت لبيت. طب ما انت وانت برضو ماشي هتنزل سوبر ماركت، هتتعرض لزحمة، هتنزل تتمشى شوية برضو، مش هتقعد مخنوق، والسخنة اتملت يعني، برضو ما عملناش اللي انا كنت متفائلة وقلت ايه ده عندنا 10 ايام اجازة. طب الحمد لله كل واحد بقى هيكن كده ويقعد ويراح راح ويقعد زي ما قلنا يتفرج على التلفزيون ويلم كده عيلته معاه، لكن اللي حصل غير كده خالص. حصل ان الكل سافر والكل بقى ما عندوش، كان ما هو ما فيش كان حاجه يعملها في السفر غير ان هو ينزل كل يوم السوبر ماركت يشتري وينوع اللي هم عايزينه واللي هم مش عايزينه. هم عايزين يحسوا ان هم سافروا ونزلوا وجابوا. طب ما انت رايح الساحل وراح السخنه تعمل ايه؟ هو لا في بحر ولا في بسين، يعني الناس بتروح الحته دي عشان الحاجتين دول، علشان تنزل الميه والولاد ينزلوا البسين، ما كانش فيه. وهنا برضو يعني حتى الناس اللي ما سافرتش كانوا كل يوم السوبر ماركت طوابير طوابير، زي ما يكونوا ما كان عندهمش حاجه نازلين في العيد يجيبوا كل طلباتهم. فانا عايزه اعرف يعني في ناس مخضوضه من العدد وناس مستغربه، مستغربين ازاي يعني؟ ما هو ده الطبيعي اللي احنا بنجنيه من نزولنا، ان احنا بننزل من غير الكمامه، ان احنا بنقرب من بعضينا يعني. انا مش عارفه ايه. طب حاجه تانية، في العيد افراح اتعملت، والافراح دي انا يعني هعرض كده تقرير على الشاشه، تبصوا معايا على الفرح دون وعفش العروسه والليله والهيصه والاحضان والبوس، ولا اكن في حاجه في البلد يعني، عفش عروسه وفرح في العيد يعني بجد. انا عايزه دلوقتي يعني يبتدوا يعرضوه وتشوفوا معايا زي ما احنا شايفين ده العفش. ده الله، الف مبروك، الف الف مبروك يا رب. يعني نسمعوا يلا سوا. ربنا يفرح الجميع والله، الف الف مبروك طبعا. احنا يعني بنبارك لهم طبعا، بنقول لهم الله ايه الدي جي الحلو وايه الرقص وايه ده كله يعني. الناس دي طبعا اكيد هي مغيبين طبعا، ما وصلهمش ان في بلد فيها حاجه اسمها فيروس كورونا، بيجروا ورا عربيه العفش بيجروا. يعني المبروك يعني، وعايزين عايزين كمان يعني نقول لكل المقبل على زواج يعني يا ريت الحقيقه يعمل فرحه اليومين دول يلا بجملت. واللي متجوز يفكر يعني يتجوز تاني، احنا عندنا اكتئاب ومحتاجين نفرح كلنا برضو زي الناس دي. ما فرحت يعني الناس دي، دي جي عادي خالص، رقص عربيه عفش هم بيجروا وراها، احضان، بوس، كحه في الوش، عطس في الوش، ما فيش عندهم اي مشاكل خالص. طيب عايزين نقول ان ممكن بعد الفرح ده ممكن هتوصل الاعداد ايه يعني، بعد التجمع ده هتوصل الاعداد بينا لغايه فين يعني؟ احنا كده ما نتخضش، طالما بنبص ونلاقي الحاجات دي كده قدامنا مش هنتخض كده الحقيقه، احنا تمام قوي وما فيناش اي حاجه. طيب انا عايزه اقول ان هو دي اماكن عشوائيه وحصل فيها كده، لكن اللي وصلني بقى كمان ان في ناس مثقفه ومتعلمه وشخصيات معروفه وبرضو عملوا افراح بس بشكل تاني في اماكن تانيه، برضو عزموا ناس تانيه بس نفس التجمع، ان كان فيلا قصر حاجه، وعملوا نفس التجمعات نفس الفرح بس، وباختلاف بس المستوى
ده في مستوى عشوائي وده في مستوى تاني. احنا بنتكلم على المبدأ عموما، مبدأ اللمة، يعني مبدأ ان احنا نعمل، احنا مبدأنا ايه؟ مبدأنا ان احنا مش عايزين تجمعات علشان ما نضمنش واحد بس في التجمع اللي معانا ممكن يعدي الكل. وحتى الناس المتعلمة في الأماكن اللي هم عاملين فيها أفراحهم حاجة، ما فيش كمامة، الدنيا ماشية معاهم عادي خالص، ما فيش أي حاجة. ونرجع نقول ويرجعوا يقولوا الأعداد بتزيد والدنيا عندنا بتخرب ومش عارفين نعمل إيه وإحنا مرعوبين. ما تترعبوش بقى، تترعبوا ليه؟ ما أنتوا بتهيصوا وبتفرحوا، سيبوا لنا الرعب إحنا، يعني أنتوا تعملوا كده والأعداد تزيد وإحنا نترعب. يعني انا واحده جايه دلوقتي مرعوبه وبفكر اجي ما اجيش، هيحصل لي ايه؟ ما انا هرجع برضو، في ناس ممكن تتاذي بسببي. انا عايزه اقول يا جماعه، هو الواحد مش بيبقى خايف على نفسه على فكره، يعني الواحد بيخاف على الناس اللي وراه، الناس اللي هي ممكن تحزن قوي قوي من غيره، او ان ممكن يعني معلش في ناس في بيوت كلها بيقعدوا بعض، يعني طب وبعدين بيبقى اب ام اولاد، ده كله ايه يعني؟ فقدان الحاجه يعني الشخص صعب، يعني طب ما تفقد شخص عزيز عليك، فقدانه ده صعب يأثر فيك اكتر ما انت هتتأذي. يعني انت الحزن اللي جواك هيبقى اكتر من يعني ان انت تكون جالك المرض. اما تكون في حد عزيز عليك، حد بتحبه، حد هو كل حاجة في حياتك انت عايش علشانه، وتلاقيه بيروح منك، ده يعني ده حزن كبير، ده حاجة كبيرة قوي. احنا بنعمل عشان خايفين على الناس اللي احنا بنحبهم، ان احنا ما نقدرش نعيش من غيرهم، ولو بنحافظ على نفسنا علشان خاطرهم. لكن انا ما يجيش ناس يعني تأذي الناس اللي التزمت وقعدت في بيوتها بشهرين ثلاثة وقاعدين وسايبين حالهم وسايبين كله علشان عايزين يلتزموا زي ما قلنا من أول الخطة وابتديناها. يجي شعب تاني يوصل العدوى دي للناس اللي هي يعني التزمت، ده حرام. يعني أنا ما عنديش، أنا مش مقتنعة إن ما فيش حد ما عندوش وعي وما فيش حد ما بيفهمش، لا ده كله فاهم، كله فاهم، بس أنا مش عارفة يعني تكبير الدماغ ده معاهم إزاي. أنا مش عارفة. احنا النهارده عايزين يعني نتكلم عن النفسيه بتاعت الناس اللي هي ما عندهاش وعي دي، نفسيتهم دي ايه من جوه، بيفكروا ازاي، ونفسيتنا احنا عامله ازاي من الخوف اللي احنا حاسين بيه ان ممكن في اي وقت الموضوع يقرب من اي حد فينا. احنا عايزين نطلع فاصل ونرجع بقى نتكلم في الموضوع الاساسي بتاعنا، و هو موضوع النفسية. معانا مداخلة من الدكتورة أميرة حلمي أخصائي نفسي، عشان نعرف منها الوضع الحالي اللي كلنا بنمر بيه دلوقتي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا، إزي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ كل سنة وأنتي طيبة. وحضرتك طيبة، ربنا يخليكي. ميرسي، منورانا يا دكتور. ميرسي يا فندم، شاكرة جدا. دكتور أمير، إحنا عايزين نعرف من حضرتك الوضع النفسي اللي احنا بنمر بيه كلنا دلوقتي، يعني اكيد كلنا يعني في ضغط نفسي عشان الظروف اللي احنا بنمر بيها والبلد كلها بتمر بيها، فعايزين نعرف يعني هنتعامل كلنا مع بعض ازاي واحنا مضغوطين نفسيا. اولا طبعا في حالة من الضغط والقلق والتوتر عند كل الناس، مش ناس معينة، كل الناس، حتى الأطفال بدأوا يبقوا عندهم توتر وقلق، فإحنا مضطرين نتعامل معاه لأن ده وضع ومش عارفين هيستمر لحد إمتى، فلازم نتأقلم عليه. إزاي؟ يعني أنا شايفة برضو إن لو حد حاسس إن هو بيتوتر بسرعة أو بيقلق بسرعة، مش لازم يتابع الأخبار والأعداد أول بأول. ده يعني في ناس بتستنى الميعاد عشان تتابع. بالظبط، فاحنا عايزين نتأقلم. هو فيروس وموجود زي ما كان فيه فيروسات كتير قوي موجودة وما كانش موجود ليها علاج واتوجد ليها علاج، فاحنا عايزين نبقى متفائلين، عايزين نسيطر على القلق والتوتر اللي عندنا، مش لازم نتابع كل الأخبار الوحشة.
يا دكتور الوقت يعني الوقت معانا طول، هو يعني احنا بنتكلم ليه ان احنا بقى في ضغط نفسي، ان احنا الوقت اللي معانا طول، احنا شوفي قاعدين من شهر 3 الولاد قاعدين واحنا قاعدين وكده، فمش اسبوع ولا 2 ولا شهر، لا احنا مطولين. فعايزين من حضرتك تقولي لنا ايه اللي ممكن نعمله شوية يهدينا، يهدي ولادنا، يعني احنا مش عارفين. تمام. أولا إحنا مبدئيا كده لازم كلنا نلتزم بالأكل الصحي، لأن إحنا محتاجين ده جدا علشان المناعة، وعلشان الأكل الصحي المتوازن بيحسن النفسية جدا، فلازم نهتم إن أكلنا يبقى صحي. دي رقم واحد. تاني حاجة لازم نعمل أي نشاط بدني في البيت، أي نشاط رياضي. في ابلكيشنز كتير قوي ممكن ننزلها او نجيب فيديو من على اليوتيوب ونعمل رياضه في البيت، مش لازم النادي، لان الرياضه بتحد من القلق والتوتر. بس مش هتبقى صعب ان انا اعمل رياضه في البيت يا دكتور؟ سهله، مش صعبه. وبعدين رياضه اليوجا دي حاجه حلوه جدا، بنسميها عندنا التامل، والتامل ده جزء من العلاج النفسي، فنلعب يوجا. طيب دي مشكلة. والتفكير المستمر اللي احنا فيه، ما هو التفكير احنا ده بنفكر ناتج ان احنا زي ما قلت لحضرتك على طول بنتابع الاخبار السلبيه. يعني طيب احنا دلوقتي بنشوف الاعداد اللي بتنزل يوميا من وزاره الصحه، طيب مظبوط، ما نشوف العدد الكلي، مش لازم نشوف العدد الكلي وعدد الوفيات، طب ما نبص على حالات الشفاء، ايه رايك؟ حلو. هو حلو، بس يعني انا مش شايفه ان هم بيجيبوا كل يوم تقرير عن يعني الاعداد، الناس اللي شفيت والناس اللي خرجت لا، من المستشفيات. بيبقى موجود حضرتك عدد الحالات اللي تم شفائها، فدي حاجة كويسة. يعني احنا مش في فيروس بيموت، لا احنا في فيروس ممكن نسيطر عليه، ممكن لو مناعتك قوية تقدري تسيطري عليه. عايزين نبص للموضوع من الجانب الحلو، مش لازم ان هو بشكل تشاؤمي، بص من الجانب الحلو. في ناس بتخف، وان انا لو مناعتي قويه هقدر اقاوم، وان انا من دلوقتي لازم التزم ان انا اخد فيتامين سي، ولازم التزم ان انا اكل اكل صحي، واكل سلطه، واكل فاكهه، واهتم بنظافتي الشخصيه، واهتم ان انا ما المسش حاجه ممكن تكون ملوثه، ما اروحش مكان فيه تجمعات، اامن نفسي. فطول طيب ما انا بس في مأمن ناس نفسي بتضطر ان هي ما فيش تنزل يا فيروس دكتور، تاني. يعني في ناس اتفضلي. بتضطر ان هي تنزل وراها شغل، وراها حاجات مهمة. بالظبط، هيقدر ينزل، هيلتزم بتعليمات وزارة الصحة في التباعد الاجتماعي اللي هو متر بينك وبين اللي قدامك، هتلبس الماسك، هيبقى معاك الكحول، هيبقى معاك سانيتايزر، هتأمن نفسك، هتركب عربيتك، هتخلي بالك وانت بتفتح العربية، هتعقم نفسك كويس، هتاخد الاحتياطات اللي وزارة الصحة أعلنتها، يبقى أنت كده بتتفادى إن أنت تاخد العدوى. أنا الموضوع بتكلم على بسيط. الجزء اللي هو مش متحضر، اللي أنا بنزل وبشوفه بعينيا، يعني أنا بشوفه وأنا في العربية وبشوفه وأنا ماشية، وبشوف ناس لغاية دلوقتي وهم بيقابلوا بعض بيسلموا وبيحضنوا بعض يعني بالبوس عادي، وأنا ببقى في العربية والكمامة وحاطة ومرعوبة، يعني أنا مش عارفة دول بيفكروا إزاي، مش عارفة. علشان كده دول لازم يبقى عندهم وعي اكتر، وانا شايفه ان لازم يبقى فيه برامج توعي أكتر الفئه من دي كده من يا دكتور؟ الشعب. أكتر من اللي معمول للموضوع ده كله، هنعمل إيه تاني؟ يعني أنا بيتهيألي أنا من أول الحلقات بتاعتي وأنا بتكلم في الموضوع ده والله، واللي بعيده بزيده انا متابعه حضرتك فعلا، وحضرتك فعلا بتتكلمي في الموضوع ده، بس احنا اللي يهمنا دلوقتي ان احنا ازاي نحافظ على نفسيتنا، وازاي نحافظ على نفسيه ولادنا. موضوع الحظر خلانا بنقعد وقت طويل جدا في البيت، وده ما كانش بيحصل، بس ليه ما نبصلوش برضو من الجانب الحلو، ان احنا بدأنا نرجع نقعد مع بعض تاني. يعني احنا كأمهات ممكن الولاد مشغولين في تمارين، بيرجعوا من المدرسه يروحوا التمرين، بيلعبوا مع اصحابهم في النادي، فمبقاش عندنا الوقت الكافي اللي نقعد فيه مع اولادنا. مظبوط، فموضوع الفيروس وموضوع الحظر خلانا نكتشف بعض من جديد. بس اليوم بيبقى طويل قوي يا دكتور، يعني ما بيخلص،
يعني هيخلص لو عملنا بلان كويسة. نخترع حاجات، أكيد كل واحد الحظر وقعدته في البيت خليته يكتشف مهارات ما كانش مكتشفها في نفسه، أكيد طبعا، ما هو الفضا ولقى يخلينا حاجات نبتدي كتير جدا نفكر. يعملها، لقى حاجات كتير جدا يعملها كان مهملها بسبب إن هو مش فاضي. خالص. فنقدر نعمل ده، نقدر نسلي ولادنا، نقدر نكتشف ايه الموهبة اللي عند ولادنا نقدر ننميها في الفترة دي. بس برضو يا دكتور في مشكلة عند الولاد، يعني عايزة برضو أتكلم فيها. اتفضل. دلوقتي هم قاعدين في البيت، ما فيش غير وسيلتين اتنين اللي شايفاهم بيعملوهم، الموبايل والبلاي ستيشن بالساعات. فده ما أدى نقدرش. إن هم بياكلوا فبيتخنوا، بيقعدوا وقت كبير، ما فيش رياضة، ما فيش تمام. حاجة. اولا احنا زي ما قلت لحضرتك ينفع نعمل اي رياضه في البيت، مفيش مشكله، الرياضه المتاحه في البيت نقدر نعملها ونقدر نخلي اولادنا يعملوها، نقدر نعلمهم حاجات جديده برضو الوقت ما كانش مساعدنا ان احنا نخليهم يعملوها. نقدر نبتكر العاب ونقعد نعمل العاب جماعيه هنتبسط كلنا وهنلاقي الوقت بيخلص بطريقه لطيفه. ما فيهاش مشكلة. ممكن نحفظهم قرآن، ممكن نعلمهم كمبيوتر، لا هم ممكن متعلمين نلعب جاهزين. مسابقات. لو حضرتك طبعا تفتكري احنا جيلنا ما كانش فيه التكنولوجي العالية دي، لا فكنا بنلعب ألعاب لطيفة جدا على الورق، اكس او واتوبيس كومبليت، وكان فيه ألعاب لطيفة احنا بنبتكرها عشان نلعب ونتبسط. ايوه صح. ليه ما نعملش كده لأولادنا؟ أولادنا ما يعرفوش اللعب دي خالص. لا لا هو يعني الوقت اللي ابتدوا يجيبوه السلم والتعبان، انا لاحظت بنك دول الحظ كانت الكوتشينه، الالعاب دي بالنسبه لنا، يعني ابتدوا بنك فعلا الحظ، يجيبوها. يعني بنك الحظ كنا بنقعد نلعب بالساعات ونبقى مبسوطين جدا كلنا، وبتضيع الوقت جدا ووقت لطيف، وبتعلموا ازاي يحسبوا ويشتروا صح. ويبيعوا، بتعلمهم حاجه مش تضييع وقت، بتعلمهم حاجه. طيب فالالعاب دي بقت احنا موجوده تاني. بنتكلم على السن اللي هو الصغير اعتقد، مش كده؟ السن الصغير والسن الأكبر شوية، يعني عندك لحد أي سن اللعبة دي مناسبة لأي لا سن، في الكوتشينة سن ولعبة. انت ما تقدريش تتحكمي فيه، يعني انا بتكلم على السن اللي انت دلوقتي اللي احنا بنتكلم عليه، ان احنا ممكن نجيب له الالعاب دي يقعد وكده، لكن السن اللي بعد كده انت مش قادره تتحكمي فيه وفي افكاره، وما تقدريش تدي له اوامر، العب ده، سلي نفسك بده، يعني ده. هقول لحضرتك احنا ما عندناش اختيارات، يلا نلتزم ونعيش في امان ونعيش مطمنين ان احنا ما فيش عدوى هتجيلنا، الفيروس بعيد عننا عشان احنا واخدين كل احتياطاتنا، يا نلتزم يا ما نلتزمش. فكله مجبر يلتزم، وده دور الام والاب، ان هما مش هيبقى يعني ترهيب، يعني مش هنخوفهم، لا احنا عايزين نقعد مع بعض، احنا هنبسط، احنا هنلعب. وطبعا انا بقول لحضرتك اللعب دي مش هنديها لولاد يلعبوا، احنا هنشاركهم اللعب علشان يتبسطوا ويحسوا ان دي حاجه كلنا مبسوطين بيها مش أكيد. بنسكتهم بيها. طيب في مشكلة أكبر بقى، اتفضلي. مشكلة الأزواج اللي بقوا دلوقتي أغلبية الوقت بيبقوا قاعدين في البيت، ف بقوا يعني زي ما بيقولوا كده بيتدخلوا في كل حاجة، بيتلككوا مركزين إيه؟ مركزين في التفاصيل اللي ما خالص كانوش مش بيشوفوها. سايبين حاجة الحقيقة، غير وهم حاطين مناخيرهم فيها، يعني بس بيجروا حضرتك مش الشكل. هننكر برضو ان في زوجات، يعني في سيدات بيشتغلوا وهم برضو اضطروا يقعدوا في البيت، فدي يعني نفسيتهم ان هم متعودين يشوفوا ناس ويخرجوا ويقضوا اليوم بشكل معين، وروتين الحياه بالنسبه لهم كله اتغير، فده ضغطهم نفسيا. فهي مش بس ازواج، بالنسبه للازواج لو اتوجدت نقطه حوار الموضوع هيبقى لطيف جدا. يعني عارفه حضرتك احنا بس في وضع جديد، فكلنا بنتاقلم فيه مع بعض، احنا بنتأقلم ازاي نقعد في البيت ونقضي في وقت كبير جدا ما كناش متعودين نقعده، صح. وفي نفس الوقت متعودين ازاي نتعامل مع اشخاص كنا بنشوفهم في البيت ضيوف. أكيد طبعا، ما كانش بيقعدوا الوقت ده كله، حتى الأزواج يعني كانوا يا دوبك القهوة ما بيرجعوا، لو أكلوا وناموا تاني يوم شغل. فدلوقتي الوضع بقى غير كده، الوضع إن هم بقوا غصب عنهم في حظر، فبيضطروا إن هم يقعدوا، فبيضطروا بيشوفوا حاجات هم ما كانوش بيشوفوها، غلطات من الولاد،
غلطات من الزوجه، تصرف في البيت مش معمول صح، يخشوا المطبخ شويه، يخرجوا يروحوا يتلككوا في حته، يعني مش مبطلين. فانا مش عارفه يعني يعني هنعاملهم ازاي؟ طيب يعني ايه الوضع؟ نحاول ان احنا نوزن الامور، يعني لو حد عصبي لاي سبب ايا كان فالتاني ما يبقاش عصبي في نفس الوقت فالموضوع ما يكبرش. لو حد هادي قوي ومكتئب وزهقان الزوج مثلا وقافل على نفسه، لا انا احاول اخلق له جو حلو في البيت. نقدر نقعد كأننا قاعدين في كافيه، كأننا قاعدين في مطعم. ممكن جدا ان احنا كلنا في البيت كأسرة نلبس ونحط ميك اب ونحط برفيوم ونجهز عشاء حلو وشموع ونقعد نتعشى. ايه الفرق؟ هو مفيش، بس حضرتك انا لما بتروحي بيتهيألي الكلام تتعشي ده في مطعم ما بتبقيش قاعدة مع اللي حواليكي، بتبقي قاعدة مع أسرتك على ترابيزة في مطعم. نقدر ننقل ده في البيت بصورة لطيفة ومصغرة وبسيطة، يعني احنا قادرين نبتكر حاجات تبسطنا. بس مش الجو ده رومانسي يعني، في اوفر شوية يعني يا دكتور. الجو مش رومانسي ولا حاجة، ما احنا لما بنروح مطعم بيبقى فيه شمعة على الترابيزة وبيبقى النور هادي وبنروح عشان نقعد في مكان هادي نتعشى ونروح أو نتغدى ونروح. لا، تمام؟ وممكن نكون في مطعم برضو يحصل مشكلة، يعني مش كل اللي بيروحوا بيبقوا تمام، يعني هي اعتقد انا نفسيات لا يعني. بقول لحضرتك ان احنا نقدر ننقل كل اللي احنا بنستمتع بيه بره البيت، نقدر ننقله جوه البيت بطريقه مبسطه او الطريقه المتاحه بالنسبه لنا. طب ونفسية الزوجة بقى، يعني اللي هي مثلا شايلة هم ده كله، ولاد زهقانين وزوج برضو زهقان وممكن بيطلع قرفه على اللي في البيت او بيتنرفز، هي بقى طيب يعني ذنبها والله ايه في ده كله؟ هي المرأة بطبيعتها زي ما ربنا خلقها هي حملت أسية. حمولة وبتقدر تستحمل وبتقدر تقاوم مشاعر كتير جدا مضايقاها وبتمتص غضب اللي قدامها، ربنا خلقها كده في تكوينها. فده ما بس يمنعش برضو ان هي تقدر هي ترفع عن محتاجة برضو نفسها. حد يعني برضو يتكلم معاها، ما هي برضو مخنوقة، اللي كانت بتروح شغلها حتى انت قلتي ما بتروحش، واللي كانت بتنزل مع الولاد مثلا في تمرين ما بتروحش. عندنا تليفون ممكن نتكلم في فيس تايم، ممكن نتكلم في برامج كتير قوي نزلت كمان جديدة هاوس ان بارتي احنا نقدر ده بالظبط ننزلها ونحط كل اصحابنا ونكلم كل اصحابنا. الموضوع مش صعب، مش عايزه الناس تصعب الامور على نفسها. طيب احنا معترضين على كل الاوضاع دي، هل في بديل؟ مش ايه عارفة يا البديل؟ دكتور، البديل أنا ان انا مش ما عارفة. التزمش وانزل، وانس ان انا نزلت انا تعديت مثلا. طب ايه الحل؟ ما هو مفيش حل بديل، احنا اتحطينا في وضع ان احنا لازم نلتزم في بيوتنا، هنلتزم في بيوتنا ونستمتع على قد ما نقدر بحاجات احنا نبتكرها، حاجات احنا ما كناش بنعملها نعملها، لان ده الوضع اللي يعني لازم يحصل، هو احنا ده لازم نقعد. الامر الواقع اللي احنا فيه، يعني الامر ما الواقع عندناش فمستحيل، بديل ان احنا يعني ما عندناش نفكر في رفاهية غيره، ان احنا نختار حاجة غيره، وان هو احنا ده ما الامر نعرفش الواقع. احنا قدامنا وقت قد ايه، يعني كمان احنا مش بالظبط عارفين، دي بالظبط. حاجة طب مش محسوبة، دي حاجة بتاعت ربنا. تمام، حضرتك شايفة ان احنا نستسلم لليأس والملل والزهق وان احنا نكتئب ونتضايق ونقعد في البيت، ولا احنا كده كده قاعدين في البيت فنبتكر حاجات تبسطنا، يعني نعمل حاجات لازم تبسطنا؟ ايه نخترع. المشكلة؟ احنا لازم مش عايزين يا دكتور برضو اللي نبات فيه نصبح فيه، يعني انا بتكلم برضو حتة ان احنا اللي ممكن يتعب نفسيتنا اكتر ان احنا نلاقي نفس اليوم بيتكرر تاني، اللي نبات فيه فعلا يصبح فيه، اللي بنعمله هو هو، فده روتين. فعلا هيبقى روتين طيب الروتين ده من صنع الانسان هو اللي بيحطه لنفسه. انا اقدر اغير روتين اليوم بتاعي زي ما انا عايزه طالما انا المتحكمه فيه. ده بالعكس، الشغل هو الروتين. الشغل ان انا اصحى الساعه 7 الصبح، اكون على مكتبي الساعه 8 الصبح، اخلص الساعه 4، ده روتين. انما اللي احنا فيه دلوقتي ما فيهوش روتين. يعني حضرتك تقدري تصحي الصبح تعملي رياضه او تصحي الصبح تعملي تدخلي المطبخ، الاختيار عند حضرتك. فايه اللي يزهق؟ طالما انا اللي بحدد اليوم بتاعي ماشي ازاي، ايه اللي يزهق؟ ليه احنا شايفين الموضوع من بنظره تشاؤميه وان احنا قاعدين في البيت احنا زهقنا؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. اقدر ان انا اعمل يومي بالشكل يناسبني بطريقه تبسطني،
اقدر ان انا اكتشف في نفسي موهبه جديده. مش يمكن انا بعرف اعمل اكسسوارز، اجيب حاجات الاكسسوارز واقعد اتسلى، حاجه مفيده. مش يمكن بعرف ارسم. يعني نشوف ايه اللي ممكن نقدر نضيع فيه وقتنا ومفيد ونعمله. حضرتك زمان كانوا بيتسلوا في الكنفة وكانوا بيعملوا تابلوهات تحفه فعلا. تجنن، وكانوا بيعملوا اطقم صالونات، وكانوا بيعملوا شغل حلو جدا هاند ميد. طبعا، لان يعني انا عايزه اقول الناس زمان ما كانش عندها الخروج الكتير اللي زي احنا، كنا على طول بره وما في كانش نادي. فيه التكنولوجي فما كانش اللي فيه احنا ماسكين، ان احنا ماسكين طول النهار التليفون، فيسبوك، صح. واتساب، ما كانش فيه كل ده. فكان عندهم وقت يستمتعوا، اكيد هم كانوا بيستمتعوا، ما كانش عندهم كل ده. بس كانوا عايشين حياتهم وراضين بيها وما كانش فيها مشكلة، يعني حتى بالظبط، البلد حضرتك ما قلتي كانش فيها. الكلمة الصح، الرضا. خلاص ده فيروس جه من احنا عند ربنا، نرضى باللي ربنا كتبه لنا. ربنا كتبه لنا، فاحنا نحاول نتبسط، ما نحاولش ان احنا نكتئب. في معلومه مهمه هقول لحضرتك، ان القلق والتوتر بيضعفوا المناعه جدا، واحنا دلوقتي عايزين ان مناعتنا تبقى قويه، فلازم نسيطر على القلق والتوتر. لازم اللي حاسس في شخصيته ان هو بيتوتر بسرعه، بيقلق بسرعه، بلاش يتابع الاخبار السلبيه، يعني ما يدورش عليها عشان يشوفها، فعلا بلاش يكلم اي حد ممكن يشحنه طاقة سلبية، لان صح في فعلا. ناس فعلا لما بتكلميها بيحسوكي ان يعني فيها فعلا في تليفونات بتبقى ساعات بنكلم بعض، ابص الاقي التليفون اللي انا كنت بكلمه خلاص اداني شحنة اكتئاب فظيعة، بالظبط، كلها اخبار شحنك ورا بطاقة بعضها. سلبية، شحنك بطاقة سلبية، فانت اكيد. خلاص كده. لو شايفة ان شخصيتك ما بتستحملش، ما تضغطيش على اعصابك علشان مناعتك ما تضعفش. في حاجات كتير جدا لو جبنا ورقة وقلم وكتبنا ايه الحاجات اللي نقدر نعملها وايه الحاجات اللي نقدر نسلي بيها اولادنا، هنلاقي حاجات كتير جدا. طيب، ومسألة اللي أنا يعني بتكلم فيها حتة الخوف، في ناس مش خايفة، في ناس ماشية مش خايفين، ماشيين ولا أكن في حاجة في دماغهم. أنا اقول الناس دي لحضرتك، لازم نخوفها. انا ما اعتقدش ان مفيش حد خايف. في ناس بتفضل مقتنعة ان الفيروس ده لا، ومش هيجي عندنا، وده مش هيجي لنا، واحنا نتعامل عادي وخليها على الله. طبعا كل حاجه خليها على الله، بس طبعا ربنا قال طبعا لا ترموا انفسكم في التهلكه. طبعا. فهي دي الفكره. وفي ناس مضطرين ينزلوا ويتعاملوا ويشتغلوا علشان انا يقدروا يعني انا انا يعيشوا. اتفضلي. فاحنا على قد ما نقدر ان احنا نسيطر على مشاعر الخوف والقلق اللي جوانا، طول ما احنا محافظين على نفسنا وما بنختلطش بحد، طول ما احنا ما بنكلمش حد يشحننا طاقة سلبية طول الوقت، حد متشائم، نقدر نعمل يوم جميل جدا في البيت، نقدر نبسط ولادنا. كل ده الانسان يقدر على اصعب الظروف بيقدر يتأقلم. واعتقد ان احنا عدينا بأيام الثورة وكنا برضو قاعدين في البيت. طب يا دكتور، احنا بنتكلم ان دلوقتي الولاد بقوا يبتدوا يتكلموا ان هم زهقوا وان هم خلاص عايزين يشوفوا اصحابهم وحشوهم، وما يعني نحاول ان احنا يعني نفهمهم الوضع ازاي. برضو هم مش مستوعبين، يعني هم كسنا برضو مش مستوعبين الوقت اللي طال ده ايه او كده. انا عايز اعرف برضو احنا ازاي نتعامل معاهم، يعني او اولا هم هل لازم نكلمهم يكونوا بصراحة ونقول لهم طبعا طبعا. الطفل ذكي جدا على فكره، ولو ما خدش المعلومه من البيت بيقدر يجيبها من اي حته، وخصوصا ان معاه وسيله اللي هي الانترنت، وبيسألوا كتير. هيقدر يكتب اللي هو عايزه، هياخد المعلومه. فانا افضل ان المعلومه تيجي لاولادي مني انا، اقدر اوصلها لهم بطريقتي الصح، احسن ما ياخدوها من بره بطريقه غلط. عموما مش على الفيروس بس، لازم المعلومة تتاخد من الأم أو الأب من البيت. بس انا لو بقول يعني مش لازم يعني نقولها لهم بصوره ان هي ممكن يبقى في تشاؤم او لا صوره، خالص، مش يعني عايزين احنا نوصل لهم ده. برضو يعني مش بالضبط، عايزين. أنا كنت هقول لحضرتك المعلومة دي، إن احنا هنوصل لهم المعلومة بطريقة خفيفة، وطبعا على قد سنهم. يعني مش مظبوط هفهم اللي عنده 14 سنة 15 سنة زي اللي عنده 5 سنين. اكيد. لا طبعا. هتبقى المعلومة، طب انت تحب نسليك ايه؟ طب احنا مضطرين. الو الو، بنشكر الدكتورة أميرة حلمي على المعلومات اللي احنا
يعني اخدناها واستفدنا بيها جدا، ويا ريت فعلا كلنا نطبق اللي هي قالته، ان احنا نخلي اليوم بتاعنا ما يكررش تاني. يعني نحاول ان احنا اليوم اللي يعدي ما نعملش فيه حاجة حصلت في اليوم ده، نجدد. نطلع فاصل ونرجع مع بعض تاني. عايزين نتكلم ان الحكومة وضعت خطة للتعايش مع الفيروس، في حالة ان الشعب هيكون خلاص يعني التزم ولبس الكمامة، وحط غرامات ان اللي هيكون مش لابس الكمامة بتاعته فهيكون في عليه غرامة، ده عشان خوفا يعني على الشعب. وعايزين نقول ان احنا حتى لو تعايشنا وفتحنا الدنيا شوية بشوية، لازم برضو هيكون في عندنا حدود في التعامل، مسافات بيننا وبين بعضنا، يعني مش هنقرب من بعض، مش هنتقابل كتير برضو او هنخرج كتير. بس انا برضو عايزة اتكلم في حاجة ومقترحات لقيتها نازلة ومكتوبة في كل حتة، ان احنا بنتكلم ان هيكون في تعايش ازاي، وفي حالات بتزيد وفي وفيات بتزيد. يعني انا اعرف ان المفروض ان كل الاعداد ما زادت والوفيات احنا بنقفل اكتر، يعني لان خايفين الدنيا تزيد اكتر من كده. فانا مش عارفة الخطة طبعا يعني هتكون ايه وهتمشي ازاي في حالة ان احنا لو اتطورنا عن كده والاعداد ابتدت تزيد ل 2000 او 2000 وحاجة، والوفيات ابتدت برضو تزيد، هل فعلا هننفذ الخطة وهنفتح حبة حبة ونتعايش، ولا الوضع هيكون ايه؟ انا مش عارفة، بس انا بقول مقترحات اللي بسمعها واللي بشوفها وانا بحضر للحلقة، ان بيقول طيب في حالة زيادة الاعداد والوفيات ما نقفل مثلا 14 يوم نجرب فيهم حظر كامل. دي مقترحات انا بقراها بشوفها وبقولها، ان احنا لو قفلنا 14 يوم 3 اسابيع، عايزين نعرف هل الوضع هيقل في الاعداد وفي الوفيات، وفعلا احنا كنا محتاجين ان احنا نعمل حظر شامل علشان نلم الدنيا، ولا الوضع هيكون ايه؟ يعني في ناس تقول الاقتصاد هيتأثر لو ده حصل. طيب ما هو الاقتصاد هيتأثر برضو بالأعداد الكتيرة والمستشفيات اللي بتتملي والوفيات اللي بتزيد، كل ده برضو بيأثر. هي الأعداد دي لما بتزيد والوفيات مش بيأثر برضو على الاقتصاد بتاعنا؟ يعني احنا كده كده في الحالتين احنا عملنا حظر كامل الاقتصاد هيتأثر، ما عملناش وسبنا الدنيا ماشية وفتحنا بالتدريج وكل حاجة، هي الحالات هتزيد، المستشفيات هتتملي، الوفيات هتزيد، مش هنلاقي أماكن لناس كتير، حتى الناس اللي هي معاها فلوس كمان وتقولك أنا هتعالج المرض، على فكرة ملوش علاقة بالفلوس خالص، ما بيفرقش خالص، يعني ما يقولش ده مع فلوس هيتعالج هيخف وده فقير معهوش هيموت، ما يعني ما ينفعش ان احنا نفكر كده. احنا خايفين على الشعب كله، خايفين على فئاته كلها. يعني انا بتهيالي ان احنا الاعداد اللي بتتوفى عندنا احنا كل يوم يعني بنحزن حزن على الوفيات دي، وخايفين ان الموضوع يتطور ويزيد. يعني الدكاترة اللي بتتوفى دي، ما هم دول كانوا ايه؟ كانوا الدكاترة اللي بيعالجوا والممرضين، دول اللي كانوا شايلين المرضى. طب ما هو بيروح منهم برضو كتير، مفيش حد متحصن، كله ممكن يجيله المرض. يعني احنا بنقول احنا محتاجين الناس اللي دي، محتاجين الجيش ومحتاجين الشرطة، محتاجين التجاتر، محتاجين رجال الأعمال علشان البلد تشتغل، محتاجين كل دول. احنا عشان محتاجينهم خايفين. هو الفيروس ده مش هينقي، على فكرة مش هينقي خالص، ان ده في الشرطه ما يجيلوش، ده في الجيش ما يجيلوش، ان ده دكتور ولا ده رجل اعمال عشان معاه فلوس كتيره مش هيجيله، لا مش هيفرق، هو هيجي، ولو جه ما بيقولش انا يعني اللي معاه فلوس ده انا هجيله خفيف شويه كده وامشي من عنده واللي معهوش، لا. احنا قدام عدو مجهول داخل علينا مش شايفينه وبيقرب علينا شويه بشويه،
ومش عارفين ناخد قرارات، في آراءات كتير كل يوم نقرأ ونلاقي مكتوب ناس مع الحظر الكلي وناس مع افتحوا حبة حبة علشان الاقتصاد بتاعنا وعلشان الناس ما تتأثرش في الفلوس. طيب ما انت خايف عشان الناس اللي هتتأثر اقتصاديا بالفلوس، طيب ما ممكن يموتوا، يبقى عملوا ايه؟ يعني هيبقوا عملوا ايه؟ ولا فلوس ولا عيشة ولا أي حاجة. فاحنا في الحالتين، يعني احنا في الحالتين خسرانين، احنا في الحالتين خسرانين. احنا مش عارفين نسيبها واللي يحصل يحصل، اعداد تزيد وفيات تزيد، ولا نقفل ونستحمل ونضغط على نفسنا ونقول يعني ما حد زي ما بيقولوا بيموت من الجوع اسبوع اسبوعين ثلاثه ونقفل الدنيا، يمكن الدنيا تتلم والاعداد تقل، واللي يتكلم ويقول هو ليه ذروه، الذروه الاسبوعين الجايين الاربع اسابيع ويخلصوا، نبتدي في ذروه ثانيه ممكن الاعداد تزيد اكتر الشهر اللي بعديه، زي ما احنا ماشيين من ثلاث شهور، احنا ماشيين من ثلاث شهور نقول كده. احنا عايزين نهدى ونفكر الخطة هتمشي ازاي؟ المسؤولين هيفكروا ازاي؟ هيعملوا ايه؟ هيبقوا اتجاهاتهم ايه؟ اتجاهاتهم خلاص هنفتح نتعايش واللي يحصل يحصل، ولا اتجاهاتهم نقفل شوية نجرب ونشوف. احنا ما عملناش حظر كلي. احنا من يوم ما دخل الفيروس عندنا ما عملناش حظر كلي، ما جربناهوش. طب يعني أنا مش عارفة هل إن إحنا ممكن ندخل على التجربة دي، نجرب أسبوعين تلاتة حظر كلي ونشوف الوضع هيبقى إيه؟ يعني حتى يوم ما يحصل والأعداد هتزيد والوفيات تقل، أنا شايفة إن ده هتبقى حاجة كويسة، إن في ناس بتخف، في أعداد وفيات بتقل، الأعداد المصابين ممكن تقل. يعني انا مش عارفه دي يعني حاجات بنتركها للمسؤولين، بس احنا بنوصل لهم الاراء بتاعت الناس اللي هم بيفكروا فيه، ان في ناس فعلا بتفكر افتحوا يا جماعه وسيبوا الدنيا ومشوا ومشوا واللي يحصل يحصل عشان البلد هتتدمر اقتصاديا والناس مش هتلاقي تاكل ورجال الاعمال هيتاثروا طبعا وده كله، وناس تانية تقول لا نمسك نفسنا شويه ونتحمل اسبوعين ثلاثه ونستحمل والوضع ان شاء الله يكون احسن. احنا عايزين يعني نقول احنا مش عايزين وفيات كتير، حتى لو الاعداد بتزيد بس بتخف، يعني دي حاجه مصلحه لينا، لكن احنا اللي بيرعبنا اعداد الوفيات. لما النهارده يكون العدد 46 يعني رقم يعني مرعب برضو، لما كل يوم وهيبقى كده وفي الطالع، يعني احنا بنتكلم ان احنا نفسنا اهو بنخاف. يعني انا الضيوف المفروض اللي بيبقوا المفروض هيبقوا معايا كلهم اعتذروا وانا ماليش عندهم حاجه، انا ما اقدرش اقول لهم حاجه، ناس خايفه على نفسهم وخايفه على بيتهم وعلى خايفه على عيالهم وجوازاتهم، انا ما اقدرش اقول لهم حاجه. يعني يقول لي لا مش هننزل، احنا ما نضحيش بنفسنا وننزل ويحصل لنا حاجه نرجع البيت بحاجه. فيعني ناس فعلا ملتزمه وخايفه، انا النهارده جايه وانا خايفه زي ما قلت وخلص واجري وخايفه. فيعني احنا بنقول ان ممكن ان احنا الخوف ده كله نلخصه في اسبوعين ثلاثه، وممكن ان احنا نعمل حظر كلي ونجرب نشوف نفسنا ونشوف الشعب هيعمل ايه في الحظر ده، هيلتزم عشان خلاص عرف ان في حظر بقى كامل، عشان احنا كنا مش ملتزمين وكنا بنهرج وكنا ما بنمشيش بكماماتنا وكنا بنسلم على بعض او كنا دون، فخلاص يعني زي ما بنقول كده ما بتسمعوش الكلام من الاول بالراحه، فنعمل حظر كامل بالعافيه، ما حدش هيقدر ينزل، يعني اليوم كله هنبقى قاعدين في بيوتنا. فانا يعني بقول ان المسؤولين يعني دي قراراتهم وهم اكيد متابعين طبعا وبيشوفوا وبيقروا وكل حاجه واصله لهم، كل حاجه واصله لهم. انا ما بقولش حاجه غير ان احنا عايزين ان احنا نلم الدور عندنا، احنا مش حمل حاجه اكبر من كده تحصل لنا. طبعا انا النهارده فعلا كنت جايه الحلقه وانا مكتئبه جدا، مخنوقه، الاخبار طول الاسبوع اللي بسمعها مش كويسه، بسمع عن ناس اتوفوا ممكن يكون اعرفهم او شفتهم، اكيد انا حزينه جدا واكيد ان الحزن ده ما بيتقدرش باي حاجه. يا جماعه احنا مش عايزين نحزن على حد بنحبه، حد ما نقدرش نعيش من غيره.
احنا هنحافظ على نفسنا علشان الناس اللي احنا بنحبها. وبقول يا رب يا رب بإذن الله بإذن الله إن شاء الله اللي جاي هيكون أحسن، واللي مش ملتزم المفروض بعد الحلقة بقى اللي قلناها النهاردة دي وتعبي في كل مرة في الكلام، بقول يعني بقول له يعني التزم عشان خاطر بقية الشعب، التزم مش عشان نفسك بس، التزم عشان غيرك. واقول ان انا مبسوطه النهارده جدا معاكم، وبشكر الدكتوره اميره حلمي على المعلومات اللي احنا اخذناها منها النهارده، واتمنى الاسبوع اللي جاي نكون في اخبار احسن وفي نفسيه احسن، واشوفكم باذن الله الحلقه الجايه، وتصبحوا على خير.